يصف محمد بن الحسن الوزاني في الجزء الثالث من كتابه حياة وجهاد رجلا مغمورا وغير معروف كان وراء فكرة الاحتفال بعيد العرش، وهو محمد بن صالح ميسا صاحب مجلة المغرب والتي كانت تصدر خلال هذه الفترة باللغة العربية بالرباط في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي. فيقول إن فكرة الاحتفال بذكرى تولية السلطان محمد بن يوسف خلف لوالده السلطان المولى يوسف راجت لأول مرة بواسطة محمد صالح ميسا، وإليه يرجع التفكير في هذه المبادرة. ولكن جريدة عمل الشعب التي كان ميسا من كتابها السريين وكان لا يمضي مقالاته فيها أو كان يمضيها باسم مستعار هي التي تبنت الفكرة ودعت إليها بل ونفذتها على الصعيد الوطني وجعلت السلطات الفرنسية أمام الأمر الواقع. وعندما دعت جريدة عمل الشعب إلى سن تقليد الاحتفال بعيد الجلوس الملكي لم يكن قد اكتمل على صدورها إلا 3 أشهر، وصدر عددها الثاني المؤرخ ب20 أكتوبر 1933 يحمل دعوة الشعب المغربي إلى أن يجعل يوم 18 نوفمبر من كل سنة عيدا وطنيا لتخليد الذكرى بما يستحقه الجالس على العرش من تكريم وحفاوة. وأبرزت الجريدة أن الوحدة الوطنية للمغرب المقسم أنذاك إلى 3 مناطق والمهدد بتقسيم عنصره بين العرب والأمازيغ لا يجسمها ولا يوصيها إلا وحدة العرش والتعلق بالجالس عليه، وأن من حق الشعب وواجبه أن يتشبث بالسلطان كما هو وكما هو في تاريخ المغرب، كما قال كاتب المقال، لرعيته لا لسلطات الحماية. وقد دعت عمل الشعب إلى تعطيل العمل يوم العيد الوطني، فوضعت بذلك سلطات الحماية الفرنسية في مأزق واختبار صعب. وفي الوقت الذي لم تستجب فيه سلطات الحماية لهذا النداء وتجنب الاحتفال بالذكرى متعللة بأن السلطان تلك السنة 1933 كان خارج العاصمة، فإن الحركة الوطنية دشنت الاحتفال بالذكرى رسميا لا سيما في مدينة فاس التي احتضنت حديقتها العمومية الحفلة الوطنية الكبرى، حيث رفع لأول مرة العلم المغربي. وبعد الاحتفال وجهت إلى القصر الملكي بالرباط سيول من برقيات التهاني بالعيد بإمضاء أفراد الشعب وجماعاته. لم تجد سلطة الحماية بدا من المشاركة في الاحتفال وإضفاء الصبغة الرسمية على المبادرة الوطنية الشعبية، فصدر بتاريخ 31 أكتوبر 1934 قرار للصدر الأعظم المغربي محمد المقري أشار عليه المقيم العام هنري بونسو يعلن يوم 18 نوفمبر من كل سنة عيدا وطنيا. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.